ومن الفوائد التي ينبغي ألا نغفلها عند الكلام عن السنن لأبي داود، فوائد ذكرها الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، ونقلها تلميذه النورستاني. وهذه الفوائد ذكرها الشيخ أثناء شرحه للسنن لأبي داود، فمما ذكره ومنها نستفيد: واحد، يقدم الأحاديث الناسخة على المنسوخة. عندما يروي أبو داود الأحاديث فتجتمع عنده أحاديث ناسخة وأحاديث منسوخة. أحاديث ناسخة ترفع الحكم وتثبت حكما جديدا، وأحاديث منسوخة رفع حكمها. فأيهم يقدم؟ فذكر الشيخ عبد المحسن العباد أنه يقدم الأحاديث الناسخة على المنسوخة. اثنين،